كان العرض أفضل في الأسبوع الماضي. لقد مات الغرام هذه المرة. يجب أن يلقى دركال الموتى لقاء جرائمه. السلوك غير المنضبط أمس. لا تريدين معرفة ماذا كان يفعلان؟ تحرك، لا حاجة لك للتلكم هنا. إيلوي، ماذا أتى بك إلى مريديان؟ تهديد. إن هيلس يقود فيلقا من جنود الكسوف، سيهجمون قريبا من الغرب بجيش من روبوتات الحرب القديمة. لكنه ليس الأسوأ، سيأتي عقل معهم، ملهم عفريت روبوت كما تريد التسمية، يدعى حادث. وهو لا يريد مريديان مطلقا، بل يريد البرج. وإن وصل هناك سيوقظ بندائه المزيد من الروبوتات القديمة، أكثر مما يمكننا هزيمته، وسنضيع. لن نسمح بحدوث هذا. أحاول التفهم، لكن مسؤوليتي هي مريديان. مريديان ليست الهدف يا أفاد، عليك الدفاع عن البرج. ربما الفانغارد يا صاحب السطوع. أجل، أرسلهم إلى البرج. إن إيرندي يعرف إيلوي. واطلب من حرس المدينة تدعيم المضيق الجبلي، يمكنهم تولي حماية مريديان والمضطرم حيث البرج. الآن سيستغرق تجهيز دفاعاتنا وقتا. أرجوك أخبريني ما تعرفينه عن أعدائنا. كل شيء. أنا لا أعرف كل شيء، لكن سأخبرك بما لدي. هذا يأتي بالغرض. انتشار الذعر في المدينة سيزيد أعداءنا. وابقني على اطلاع بكل وصول جديد. إيلوي، جار إقامة الدفاعات على المضيق والبرج. أعلمنا كل أرجاء مملكة الشمس، وعرض حلفاؤنا السلاح. البعض جاء لميريديان وآخرون للبقايا، لكن الكثيرون جاءوا لأجلك. من أجلي؟ لا تكوني بهذا التواضع. لا شيء سنفعله سوى انتظار الهجوم. بالضبط،
لا يروقني هذا الشعور، لكن مستطلعين أبلغنا أنهم لم يلحظوا تحركات في الغرب. إذن إن كان لديك ما تفعلينه فاستغل الوقت في إنجازه. لو متفرغة فلقد قمت بإعداد شقة أولندل فيرسون لك. نامي هناك إن واتاك النوم. لحظة أيتها الغريبة، سأخبرك بما يعجبني. هجوم آخر على المدينة، ماذا فعلنا لنستحق هذا؟ شقة أولين تبدو فارغة. هل أنام؟ هل تركت عملاً لم أنجزه؟ تمكنت من النوم يا إليزابيث بحمل كهذا على عاتقك؟ كيف نمت يا راست بعدما فقدت عائلتك؟ سايلنس، أنت هناك؟ لا يجدر طلب النصح من الأشباح. سيدتي، توجد إشارات من الغارب. ملك الشمس ينتظر في معبد الشمس. هل نيران المخيم تجذب القوة في مسيرة لبوابات المدينة؟ هذا ليس دخان حطب. إذن ما هذا؟ النهاية أو البداية عموما. جالب الموت. الأسلحة، نفذوا أوامرها بحق. مسكونة بالذخيرة، استعدوا لإطلاق النيران. هل ستعطلها النيران؟ سنكتشف ذلك. سيقطعك إربا. ليس هذه المرة.